قول سلمان تبدو معالم عن كل ما كان في باب فاطم في باب فاطم عن سليم بن قيس جاء لنا خبر وذا الأثر روته الصحيفة أن مولى تنزهرا بلا هضمت وقد هجمت عجول السقيفة يقول سلمان إن القوم قد دخلوا ودون إذان تعسل للذي فعلوا فذم نيران من هالباب مشتعلوا كل أضغان يهوي دونها الجبل وإنما صار من بعد أدهى قد أبدت النار للقوم وجها الظلم رهيب جذل وله الظلم رهيب في باب في باب أقرأ بيتين بيتين بركة أسرف القوم بالطغيان فقد رسموا والله هجومهم ثلاثا نغاروا بينما يجمع القرآن أبو الحسن على حزني وفي الصدر نار يبرح الدار مذهب النبي ثرى تكليفه صار في أن يجمع السورى لديه أخبار ما يجري وقد أمر صبرا على الثار أذي منه مصطبرا صبرا على الثار أذي منه مصطبرا في قالع الباب قال النبي من تلقى أصحاب قم يا علي الله قم يا علي الله لقالع الباب قال النبي من تلقى أصحاب قم 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 يا علي إيه لم يلق مجيب جزل وله لم يلق مجيب في باب في باب فاطم أحد الحقد في المجموع ثلاثمائة وكل فئة تريد انتقاما دار واليهم المفجوع غدت هدفا فوا أسفا أليس الإمام الرجس ناداه فلتخرج مبايعة حبيبة الله جاءته مقاطعة من كنت مولاه قالتها مدافع من كنت من كنت مولاه قالتها بعد من كنت مولاه من كنت مولاه يا زهراء قالتها مدافعة وإله وإله كان الرد فاجعة شنو تحرق الدار على ذويها وتأكل النار من كان فيها تحرق الدار على ذويها وتأكل النار كان فيها بالكفر يجيب جزل ولهيب بالكفر يجيب جزل ولهيب في باب فاطم وقف المصيبة اسمع ألقت الحجة الزهراء وحجتها نتيجتها عناد الخون بل هي الحجة الكبرى
ودافعها ليصرعها بغيظ يندفيني. حصارة النور خلف الباب قد عصر، حصارة النور خلف الباب قد عصرت، قدسية الحور من أضلاعها انكسرت، شلت يد الزور إذ في لقمها ابتدرت، أسورة الطور أم أقراطها انتثرت، أسورة الطور أم أقراطها انتثرت. أشبعوها بالصوت ضربة، رحم الله من نادى وزهراء وفاطمة يا أم أبيها. قد أشبعوا بالصوت ضربا كما أبوها من قبل سبا، لا شيء غريب لا شيء غريب تزن ولهيب في باب فاطم، في باب فاطم في قول سلمان.